السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي أبطال سنة خمسة، أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله عندنا الجزء الثاني من الدرس الثاني من الوحدة الثامنة، يعني 8 الوحدة الثامنة lesson 2، الدرس الثاني part P أو part 2 الجزء الثاني. هنتكلم النهاردة على مستشفى خاصة، مستشفى مميزة، يعني مش زي أي مستشفى. المستشفى دي مكانها في الهند، in India. طيب ليه خاصة وليه مميزة؟ هنعرف بقى في فيديو النهاردة، وكمان هنعرف إن إحنا نكتب paragraph على المستشفى دي. فيلا بينا يا ابطال من غير ما نضيع اي وقت كبير، اديني اللايك الجميله بتاعتك، اللايك اللي بتدعمنا وبتفرق معانا جدا. ويا ابطال let's get started. حبيب قلبي طبعا دلوقتي مجهز ورقته وقلمه، وهيقول ويردد ورايا ويكتب الكلمات اللي هتظهر هنا معايا علشان يحفظها. اول حاجة عندي كلمة patient. طالما هنتكلم على مستشفى فلازم ناخد patient. يعني ايه patient؟ يعني مريض. okay. patient 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 patient. نطلع الهواء في الp sound. patient patient مريض. patient مريض. okay. وعندي كمان hospital اللي هي المستشفى. hospital a special hospital. ده درس النهاردة. a special hospital مستشفى خاصة، مستشفى مميزة مش زي باقي المستشفيات. فكلمة hospital يعني مستشفى، وطبعا patient هيروح ال hospital المستشفى. patients المرضى go to the hospital. hospital a hospital in India مستشفى في الهند. hospital. There are many patients. يوجد مرضى كتير فين؟ In a hospital. في مستشفى in Bangalore. في Bangalore ودي في الهند. Okay. There are many patients in a hospital in Bangalore. يبقى كلمة hospital مستشفى و patients مرضى. Crowded مزدحم. المستشفى دي زحمة. تمام، فيها ناس كتير جدا. crowded مزدحم حبيبي. يلا crowded crowded crowded. okay it's a crowded hospital or the hospital is crowded. المستشفى مزدحمة. crowded crowded it's always crowded. هي دايما مزدحمة. crowded 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 crowded. people usually go to the hospital. الناس عادة بتذهب إلى المستشفى. with many relatives مع اقارب كتير. اللي بيعيا بيجيب عيلته كلها معاه وهو رايح. تمام، اي حد عيان رايح فهناك في الهند العيله كلها تروح. اوكي وبالتالي so the hospital is very crowded. المستشفى زحمه جدا. يلا نقول الجمله تاني ونركز فيها. people usually الناس عاده اللي بتعيا patients go to the hospital بيذهبون إلى المستشفى with many relatives. relatives اللي هم الأقارب، مع الكثير من الأقارب. so لذلك the hospital is very crowded. المستشفى زحمة جدا. corridor الطرقة والممر. corridor 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 corridor. okay الممر أو الطرقة. corridor 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 corridor. unwell بصوا كلمة well يعني بصحة جيدة كويس. well كويس بصحة جيدة. طيب ضيف قبلها un هتعمل العكس زي healthy unhealthy. well unwell مريض. تمام ليس بصحة جيدة. unwell unwell unwell. members يعني افراد. members 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 افراد members. okay افراد members members family members افراد الاسرة. staff هيئة العاملين. هو المستشفى طاقم العاملين اللي فيه بقى الدكاترة والممرضات دول اسمهم staff. staff staff هيئة العاملين طاقم العاملين في المستشفى او في المكان اسمه staff.
staff. لما اقول لك the staff in the hospital اقصد اللي شغالين هناك بقى، دكاتره وممرضات كل اللي شغالين هناك. staff 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 staff. relatives اقارب قلناها relatives. لما قلنا people usually go to the hospital، الناس عادة بتروح المستشفى with many relatives، مع أقارب كتير، وبالتالي the hospital is crowded، المستشفى زحمة. فكلمة relatives يعني أقارب. relatives relatives relatives. bandage يعني الضمادة. okay bandage bandage الضمادة أو الرباط الطبي. bandage 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 bandage. okay أو تنسى bandage. I will put أنا سوف أضع a bandage ضمادة. okay لزقة طبية رباط طبي. on the cut على الجرح. I will put a bandage on the cut. injection okay إيه هو injection؟ injection اللي هو الحقنة. injection injection okay injection 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 injection. India الهند. المستشفى اللي نتكلم عليها النهاردة a hospital in India، مستشفى في الهند. India. country دولة. okay country 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 دولة country. city مدينة. city city أو city مدينة. wonderful رائع. wonderful تمام. wonderful idea فكرة رائعة. wonderful hospital مستشفى رائعة. wonderful 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 wonderful. alone لوحده وحيدا. alone 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 الناس كلها تمشي وتسيبني قاعد alone لوحدي. alone 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 alone. useful مفيد. useful useful مفيد، حاجة مفيدة بتفيد الناس، بتفيدني بتفيد أي حد. useful useful idea فكرة مفيدة. useful hospital مستشفى مفيدة نافعة. useful useful مفيد حبيب قلبي. useful. treat يعالج، والماضي treated فعل منتظم. treat treated treat treated treat treated. the hospital المستشفى treats بتعالج patients المرضى. from all over the country ايه بقى from all over the country دي؟ يعني من جميع انحاء الدولة. المستشفى بتعالج مرضى من جميع انحاء الدولة، من كل مكان في البلد بيجوا للمستشفى دي، وبيجوا مع قرايبهم. يا خبر ابيض، ده كراودد خالص، زحمه جدا. the hospital treats patients المستشفى تعالج المرضى. from all over the country من جميع انحاء الدوله. visit يزور، وvisit تزار. تمام، تلاقي الريلاتيفز كلهم الاقارب كلهم جايين to visit the patient علشان يزوروا الشخص المريض. visit visited okay visit visited فعل منتظم. change يغير، changed غيره. okay change يغير او يتغير. change والماضي changed change changed change changed change changed change changed. okay change يغير او يتغير والماضي changed. mean يقصد او يعني. mean والماضي meant. what do you mean ماذا تقصد. mean يقصد meant قصد. mean meant. teach يعلم والماضي taught علم. teach taught teach taught okay teach taught teach taught teach taught okay teach يعلم taught علم. teach taught علشان كده لو ضفنا لي teach er هتبقى teacher معلم. الجملة الجاية خطيرة جدا مهمة جدا، ركز 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 حبيبي. at this hospital في هذه المستشفى، المستشفى الخاصة اللي بنتكلم عليها اللي موجودة في الهند. the staff هيئة العاملين، الناس اللي شغالين هناك. teach بيعلموا، ايه ده هم بقوا teachers. teach the family members
بيعلموا افراد الاسره، انتوا جايين تزوروا المرضى، طب تعالوا بقى، تعالوا لنا بقى. هم teach the family members، بيعلموا افراد الاسره how to do useful things، ازاي how كيف to do ان يفعلوا useful things، اشياء نافعه ومفيده. يقولوا طب تعالوا احنا هنعلمكم ازاي change the bandage، تغيروا الضمادة او الرباط الطبي، وازاي انكم look after، تعتنوا بي the patient، المريض at home في البيت. فمنه هتتعلموا حاجات نافعة ومفيدة، ومنه تخفوا الضغط علينا شوية، تخلوا بالكم منهم في البيت. اوكي، اعتنوا بالمريض في البيت، مش كل شوية بقى يجي لنا يغير على الجرح ويغير مش عارف ايه وبتاع. فانت هتتعلم اوكي وتبدا انك تطبق في البيت حاجة نافعة ليك. فكرة جميلة جدا، المستشفى بتطبقها، علشان كده هي special hospital. ايه ده يا مستر، هي يعني hospital و school في بعض، هي مستشفى ومدرسة مع بعض؟ اه. At this hospital، في هذه المستشفى، the staff، هيئة العاملين، teach the family members، بيعلموا أفراد الأسرة how to do useful things، ازاي او كيف يقوموا باشياء مفيده، how to do useful things. This helps them، وده بيساعدهم اللي هم الفاميلي ممبرز، to take care of، take care of اللي هي يعتني بيه، اللي هي look after، بيساعدهم ان هم يعتنوا ب their relatives، اقاربهم، when they go home، لما يروحوا البيت، لما ان شاء الله اقاربهم كده يروحوا البيت، فافراد الاسره يروحوا معاهم ويهتموا بيهم. This helps them to take care of their relatives when they go home. Give، يعطي، والماضي gave، أعطى. Give بدأنا في أفعال الريجولر، أفعال غير منتظمة. Give. Become، يصبح. Become، يصبح. Will past became، أصبح. Become became. All over the country، يعني من جميع أنحاء الدولة. Okay؟ People go to the hospital، الناس بتروح المستشفى. From all over the country، من جميع أنحاء الدولة. All over the country، حبيبي أنت بتقول طبعا. All over the country، من جميع أنحاء الدولة. All over the country. Look after، يعتني بي، اللي هي بتساوي take care of. Look after، نقول كده، بتساوي take care of، يعتني بي. Look after the patients، يعتني بالمريض. Look after the relatives، يعتني بأقاربهم. Look after. For example، يعني على سبيل المثال. Okay؟ أنا قلت لك حاجة فأبدأ أدي لك مثال يوضح لك. For example. Learn how to، يتعلم كيف يقوم به. Learn how to، فالrelatives أو الfamily members، أفراد الأسرة، learn، بيتعلموا how to، كيف يقومون به، أو how to change مثلا the bandage. Learn how to، يتعلم كيف أن، instead of، بدلا من، instead of، الأقارب هيهتموا بالمرضى في البيت. Instead of، بدلا من، going to the hospital، بدلا من الذهاب إلى المستشفى. Instead of. Care for، هي look after، هي take care of. Care for، يعتني بي. Care for. هي look after، هي take care of. 3-1. Care for. تمام كده الشرائح خلصت. هننتقل دلوقتي يا بطل للكتاب. فتعال بقى نفتح كتابنا ونقرأ الدرس الجميل ده من الكتاب، ونركز علشان نقدر نكتب paragraph على a special hospital، مستشفى خاصة، مستشفى مميزة. يلا يا أبطال نفتح كتابنا.
لما نفتح الكتاب بتاعنا هنبص اول حاجه على الكلمات اللي معانا. طبعا مريض patient مستشفى hospital مزدحم crowded، والممر corridor مريض unwell يعني ليس بصحة جيدة، والأعضاء members أو الأفراد family members أعضاء الأسرة أو أفراد الأسرة، طاقم العاملين أو الموظفين اسمه staff، أقارب relatives relatives ضمادة طبية bandage bandage، والحقنة injection injection، دولة الهند India India، ودولة أو بلد country، مدينة كبيرة city أو city city، ورائع أو مدهش wonderful بمفرده لوحده alone alone. طبعا المريض ما بيروحش alone ما بيروحش لوحده، بيروح مع many relatives مع أقارب كتير. مفيد useful useful. طيب عندي يعالج treat والماضي treated treat treated، يزور visit والماضي visited visit visited، يغير change والماضي changed غيره، يعني أو يقصد mean والماضي meant mean meant، يعلم teach والماضي taught، يعطي give والماضي gave أعطى، يصبح become والماضي became become became become well يعني يصبح جيدا وبصحة جيدة. جميع أنحاء البلد all over the country all over the country، يعتني بي look after هي هي take care of و care for يعتني بي. على سبيل المثال for example for example، يتعلم كيف يقوم ب learn how to learn how to، بدلا من يعني instead of okay instead of going to the hospital بدلا من الذهاب إلى المستشفى. we care for قلنا بتساوي look after. عندي جمل جميلة جدا، أول جملة بتقول there are many patients، يوجد مرضى كتير in a hospital في مستشفى in Bangalore. The hospital treats patients. المستشفى بتعالج مرضى from men all over the country من جميع أنحاء الدولة. People usually go to the hospital. الناس عادة بتذهب إلى المستشفى with many relatives مع أقارب كتير. So ولذلك وعشان كده يا أولاد the hospital المستشفى is very crowded مزدحمة جدا. At the special hospital في المستشفى الخاصة دي the staff هيئة العاملين teach the family members بيعلموا أفراد الأسرة how to do useful things إزاي يعملوا أشياء مفيدة. This helps them وده بيساعدهم بيساعد الأقارب to care for أو look after their relatives إن هم يعتنوا بأقاربهم when they go home لما يروحوا البيت. طيب تعال نقرأ a special hospital مستشفى خاصة مستشفى مميزة. بيقول لي in a hospital in Bangalore في مستشفى في بانجلور وهي a city مدينة in southern India في جنوب الهند. a city in India a hospital in India مدينة في الهند، ريح نفسك a hospital in India. ايه بقى في المستشفى دي؟ There are many patients. في مرضى كتير. مستشفى يعني حلوة كده والأطباء اللي فيها شطار. ففي مرضى كتير. The hospital treats. المستشفى بتعالج patients مرضى from all over the country من جميع أنحاء الدولة. وكل مريض بيروح معاه أقارب كتير. With every patient مع كل مريض. There are about 10 family members. يا سلام كل واحد بيجي معاه حوالي 10 من أفراد الأسرة. هي عادة في الهند يعني ما ينفعش واحد يعيا ويروح لوحده، لا لازم العيلة كلها تتجمع. In India في الهند it's unusual حاجة غريبة وغير عادية for a sick person إن الشخص المريض to go to the hospital alone إن يروح المستشفى alone لوحده. Family usually go with their unwell relative. فالأسرة عادة بتروح مع القريب الشخص القريب ده اللي هو المريض. This means فده معناه أكيد معناه إن المستشفى زحمة، تمام؟ This means ده معناه that the hospital يا بابا is often very crowded. إن المستشفى أغلب الأحيان زحمة جدا. And busy.
But instead of بدلا من طاقم العاملين بدل ما يقول للناس روحوا فضوا المكان instead of بدلا من telling اخبار family members افراد الاسره that they can't visit their sick relatives ان هم ما ينفعش يزوروا اقاربهم المرضى يا جماعه ما ينفعش تيجوا وتزحموا المكان لا بدل ما يعملوا كده the staff at this hospital طاقم العاملين في المستشفى do something special عمل حاجه مميزه بقى ايه هي حول المشكله اللي قدامه اللي هي زحمه المكان they turn a problem into something wonderful حول البروبلم المشكله into الى something wonderful لحاجه رائعه they have classes عملوا فصول فصول زي المدرسه to teach علشان يعلموا the family الاسره to look after sick person ان هم يعتنوا بالشخص المريض For example, على سبيل المثال people أو some people بعض الناس learn بيتعلموا how to change bandages إزاي يغيروا الضمادات الطبية and others وفي ناس تانية learn بيتعلموا how to give injections إزاي يدوا حقن بدأوا يتعلموا each afternoon كل يوم بعد الظهر staff طاقم العاملين from the hospital من المستشفى turn the corridors بيحول الممرات الطرق into classrooms لفصول the nurses الممرضات become teachers بيبقوا مدرسين and the family members وأفراد الأسرة and sometimes even the patients وأحيانا كمان المرضى نفسهم دول بقى بيبقوا الطلاب become the students بيصبحون الطلاب not only does this help the hospital staff ده مش بس بيساعد طاقم العاملين في المستشفى ناس تخف الضغط عنهم شوية but it also helps the families ده برضو بيساعد الأسر to care for ان هم يعتنوا ب their relatives أقاربهم when they go home لما بالسلامة يروحوا البيت when they go home عندما يذهبون إلى البيت the staff طاقم العاملين know that the lessons work عرفوا قوي ان الدروس نجحت والحصص اشتغلت ونجحت عرفوا ازاي because not as many patients return لان مفيش مرضى كتير بترجع تاني to the hospital now فاكيد خلاص بقى يعني ايه سلكوا بقى تمام اتعلموا بقى ازاي يعني يعتنوا بنفسهم في البيت طيب بص يا بابا في حاجة اسمها prefix البادئة حروف كده بتضاف قبل الكلمة تمام؟ فبتعمل كلمة جديدة زي مثلا well ضيف لها un في الأول بقت unwell صح؟ well بصحة جيدة unwell مريض طيب عندي ال IR prefix بيضاف في الأول ir و l ال IL و m ال IM و un ال UN طيب الأربعة دول بيدوا العكس بيفيدوا العكس الـ IR لو اتضافت قبل الكلمة بتفيد العكس الـ IL بتفيد العكس الـ IM بتفيد العكس الـ UN بتفيد العكس طيب يا مستر هو بمزاجي يعني انت قلت لي ويل اضيف قبلها ان طب انا ممكن اضيف ام وتبقى ام ويل او ال ويل او ار ويل لا لا مش بمزاجك يا حبيبي بص لو انت عندك كلمة تبدأ بR وعايز تعمل عكسها مش كل الكلمات طبعا يا حبيبي تمام خلي بالك دي مش قاعدة على كل الكلمات لما الكلمة تبدأ بR وعايز تعمل عكسها بتضيف IR يعني عندك responsible اللي هي مسؤول بدأ بالR تمام عايز تعمل عكسها هتقول irresponsible غير مسؤول عندك regular منتظم عايز تعمل عكسها هي بدأ بR دي بقى يضيف لها IR الريجلر غير منتظم خلاص ها سهلة جدا الاي ار للي بدأ بار تمام سهل اه سهل اوكي اهي irresponsible غير مسؤول الريجلر غير منتظم يبقى لما اضيف البريفكس ار لكلمة بدأ بار بتعمل العكس طيب بالنسبة لاي ال اللي هي ال
برضو لو كلمه بادئه بال سهله قوي، يبقى ار لو كلمه بادئه بار علشان يبقوا اتنين ار، ال لو كلمه بادئه بال تمام علشان يبقوا اتنين ال ورا بعض، زي ليجل قانوني شرعي. طيب عاوز اقول غير قانوني، هي بادئه بال يبقى اضيف قبلها اي ال، تبقى illegal غير قانوني وغير شرعي. طيب ام يا مستر هتقولي بقى عشان ام لو كلمه بادئه بام، لو كلمه بادئه بام او بي، ام او بي اوكي، افتكر دايما impossible مستحيل. لو انت عندك كلمه بادئه بام زي moral اخلاقي، عايز تقول غير اخلاقي، هي بادئه بام دي ضيف قبلها اي ام، تبقى immoral غير اخلاقي، immoral غير اخلاقي. طب كلمه بادئه بي برضو ضيف قبلها ام علشان تعملها العكس، ضيف قبلها اي ام، البريفكس اي ام اللي هو نطقه ام، زي possible ممكن تمام، possible بادئه بي تبقى impossible مستحيل. polite مؤدب بادئه بي. طيب عاوز اقول غير مؤدب، هي بادئه بي ضيف قبلها ام اللي هي اي ام، impolite. اما معظم الكلمات بقى الباقي بتعمل عكسه بان تمام، زي happy حط قبله البريفكس ان اللي هو يو ان، بقت unhappy، happy سعيد، unhappy تعيس حزين. usual معتاد، حط قبله ان تبقى unusual غير معتاد. will بخير، حط قبله البريفكس ان تبقى unwell مريض. fit لائق، حط قبله ان تبقى unfit غير لائق بدنيا. safe امن، حط قبله ان تبقى unsafe غير امن، وقلنا healthy unhealthy وهكذا. طيب تعالى هنا يلا نبص على الفوك كويز ده. it's moral اخلاقي to talk rudely ان تتكلم بوقاحة to your teachers مع اساتذتك لاي حاجة غير اخلاقية. طب انا عاوز اعمل العكس من moral، moral بدأ بام يبقى احط اي ام قبلها البريفكس ام اوكي، تبقى immoral. طيب it's legal قانوني to drive انك تقود without your seat belt بدون حزام الامان، لا دي حاجة غير قانونية. طيب عاوز اعمل العكس، legal بدأ بال تبقى illegal غير قانونية. طيب it's safe تمام امن to go near the snake انك تقترب من الثعبان، لا هي غير امن، عايز تعمل العكس فبتحط سيف، دي بقى بتاخد ان تبقى unsafe غير امن. طيب the boy didn't win the match، الولد لم يفز بالمباراة، so he is happy، لا هو مش happy هو حزين، عايز اعمل العكس، happy يضاف لها ان تبقى unhappy غير فرحان او حزين. طيب تعال عندنا تمارين نحلها يلا مع بعض. اول سؤال يا اولاد سؤال استماع، فنقول كده نص الاستماع، نص الاستماع بيقول each afternoon كل يوم بعد الظهر staff from a hospital in India طاقم العاملين من مستشفى في الهند turn the corridors بيحول الطرق والممرات in class into classrooms الى فصول the nurses الممرضات become teachers بيبقوا مدرسين and the family members وأفراد الأسرة become the students بيبقوا الطلاب. This idea helps the families، الفكرة دي بتساعد العائلات to care for their relatives إن هم يعتنوا بأقاربهم when they go home لما يروحوا البيت. They can change a bandage ممكن يغيروا ضمادة طبية or give an injection أو يدوا حقنة at home في البيت. طيب بعد ما قرينا نص الاستماع يلا نحل. The staff from AA turn the corridors into classrooms the staff from a hospital طاقم العاملين من مستشفى حول الطرقة لفصل the nurses become الممرضات بيبقوا teachers أصبحوا مدرسين the idea helped the families to A4 طبعا طالما في 4 يبقى care for. طب أنا لو عندي look ما تختارهاش، هي look عايزة after look after، لكن care for يعتنوا بـ their relatives. طيب they can change a، هما يقدروا يغيروا a، طبعا change a bandage يغيروا الضمادة الطبية or give an injection at home. طيب تعالى نكمل التشوز عندنا، يا ترى مين يا اولاد helps sick people اللي بيساعد المرضى، اللي بيساعد المرضى طبعا النيرسز الممرضات.
طيب I went to my إيه؟ أنا ذهبت إلى إيه؟ And played with my cousins ولعبت مع ولاد عمي. يبقى I went to my relatives ذهبت إلى أقاربي. My cousin has a إيه؟ So he should go to the hospital. عنده إيه؟ So لذلك he should يجب go أن يذهب to the hospital إلى المستشفى. يبقى هو عنده cold برد. طيب it's إيه يا بابا؟ To drive your car very fast. أن تقود السيارة بسرعة جدا فدي حاجة طبعا illegal غير قانونية illegal. طيب تعال نصحح الخطأ. He is responsible هو مسؤول شخص مسؤول. He doesn't follow the rules of the hospital لا يتبع قواعد المستشفى. لا ده هو شخص غير مسؤول. طب أنا عاوز أعمل العكس responsible بدأ ب R يبقى أحط قبلها R وتبقى irresponsible طيب this house is upside down هذا المنزل مقلوب يبقى it's an usual house لا هو مش usual هو غير معتاد عاوز اعمل العكس لان usual معتاد يبقى هضيف قبلها un وتكون unusual القطعة In a hospital in Bangalore في مستشفى في Bangalore A city in southern India مدينة في جنوب الهند There are many patients يوجد مرضى كتير The hospital treats patients from all over the country المستشفى بتعالج مرضى من جميع أنحاء البلد With every patient مع كل مريض There are about 10 family members في حوالي 10 من أفراد الأسرة In India في الهند It's unusual for a sick person غير عادي بالنسبة للشخص المريض to go to the hospital alone أن يذهب إلى المستشفى لوحده. Family usually go with their unwell relative. فالعائلة عادة بتذهب مع الشخص أو القريب المريض بتاعهم. ده كده أول paragraph. يا ترى هل هيسألني فيه؟ هيقول لي مثلا لخص أو فعلا. Summarize the first paragraph. لخص أول فقرة. فتعالى كده وهي فريش عندنا إن إحنا نبدأ نلخصها. ألخص الفقرة دي وأقول إيه؟ هقول مثلا There is a hospital in India which is always crowded. توجد مستشفى في الهند ودايما مزدحمة. أو بطريقة تانية أسهل هقول There is a very crowded hospital في مستشفى زحمة جدا in India في الهند. طيب تعال نكمل يلا الفقرة التانية اللي ما كناش قلناها. This means that the hospital is often very crowded ده معناه ان المستشفى زحمة جدا اغلب الاحيان and busy. But instead of telling family members that they can't visit their sick relatives بدلا من هم يقولوا للأقارب ان هم ما ينفعش يزوروا العيانين أقاربهم العيانين the staff at this hospital طاقم العاملين في المستشفى دي are very wonderful رائع جدا they have classes عملوا فصول to teach the family ان هم يعلموا الأسرة to look after the sick person ان هم يعتنوا بالشخص المريض for example على سبيل المثال Some people learn how to change bandages. بعض الناس اتعلموا ازاي يغيروا الضمادات الطبية. And others وآخرون learn how to give injections. اتعلموا ازاي يدوا حقن. طيب the main idea of the text الفكرة الأساسية للنص is Egyptian festival لا computer games لا special hospital أيوة مستشفى خاصة. طيب if a place is crowded لما أقول على المكان هو crowded يعني there are a people في ناس ايه in it طبعا there are many people in it في ناس كتير فيه طيب السؤال الثالث what useful things ما الأشياء المفيدة can family members do اللي أفراد الأسرة يقدروا يعملوها to help their sick relatives طبعا they can change bandages ممكن يغيروا الضمادة and we give injections ويدوا حقن تقولوا كده زي تحط كلمة زي وتقول له they change أو they can change bandages and give injections. طيب عندنا سؤال ترتيب بيقول treats this hospital sick many people هتبقى this
hospital هذه المستشفى مالها this hospital treats تعالج طيب treats ايه بتعالج ايه many sick people مرضى كتير جدا many sick people مرضى كتير جدا طيب cut I on the will put bandage I أنا طيب I إيه I will أنا سوف put okay I will put أنا سوف أضع a bandage ضمادة طبية وبعد كده أقول له on the cut على الجرح تمام on the cut على الجرح طيب عندي البنكتويشن يا أولاد the staff turn the corridors into classrooms طاقم العاملين حول الممرات إلى فصول طيب ببدأ بحرف كابيتال اللي هو T staff turn the corridors into classrooms كله عادي خالص في الآخر بس اعمله في الستوب تمام اعمله في الستوب في الآخر لأنك ما بتسألش طيب الباراجراف على a special hospital ده بقى هننتقل للبورد ونشوفه كده بشكل جميل جدا على البورد ونكون خلصنا فيديو النهاردة عشان السيشن الجاي إن شاء الله نبدأ في lesson 3 فيلا بينا يا أبطال ننتقل آخر حاجة عندنا يلا بينا ننتقل للبورد ونشوف الباراجراف بالنسبة بقى للباراجراف هنتكلم يا بابا على a special hospital مستشفى خاصة ومميزة قول له أول حاجة عرف كده الناس إن في مستشفى مميزة There is a special hospital in India توجد مستشفى مميزة في الهند There is a special hospital in India وقول له إن المستشفى دي دايما زحمة المشكلة بقى إيه هي؟ إن the hospital is always crowded The hospital is always crowded المستشفى دايما زحمة People come الناس بتيجي to visit patients علشان يزوروا المرضى تمام؟ People come to visit patients طيب نحل المشكلة دي ازاي والزحمة ازاي؟ At the hospital في المستشفى The staff طاقم العاملين teach the family members يعلم أفراد الأسرة how to كيف كيف إيه؟ هكمل how to change bandages كيف يغيروا الضمادات الطبية or give injections أو يدوا حقن أوكي نقولها تاني الجملة 4 و 5 دي جملة واحدة At the hospital the staff teaches the family members how to change bandages or give injections طبعا it's a great and special idea إنها فكرة عظيمة ومميزة عاوز بقى تقول the staff turn the corridors into classes طاقم العاملين بيحول الطرقة لفصول the nurses become teachers الممرضات بيصبحوا مدرسين تمام the family members أفراد الأسرة become students بيصبحوا طلاب ماشي نقول تاني الباراجراف a special hospital There is a special hospital in India. توجد مستشفى مميزة في الهند. The hospital is always crowded. المستشفى دايما مزدحمة. People come to visit patients. الناس بتيجي علشان تزور المرضى. At the hospital في المستشفى the staff طاقم العاملين teach the family members بيعلم أفراد الأسرة how to change bandages إزاي يغيروا الضمادات or give injections أو يدوا حقن. It's a great and special idea. هي فكرة عظيمة ورائعة. يا بطل ما تنساش تاخد سكرين شوت للباراجراف ده وتحتفظ بيه عندك. وبص كده عملت لايك ولا لأ هتوحشني كتير جدا لغاية السيشن الجاي إن شاء الله. وسلام يا بطل. Goodbye.